أصبحنا نواجه اليوم أزمة ماء تأكدت صيفا مع تراجع الموارد المائية وتوالي سنوات الجفاف. في الظهيرة سؤال ترشيد استعمال الماء بات أكثر إلحاحا في استعمالاتنا اليومية للماء، نرتكب أخطاء والبدائل ممكنة كما سنتابع في ريبورتاج سمير بحمدي. هو مشهد استثنائي ومع الأسف فهو واقع معاش. الماء بالمغرب أضحى في تراجع مستمر، العجز يقدر ب 85%، لكن الحلول كثيرة ومن بينها تغيير عاداتنا الاستهلاكية، مثلا استعمال التكنولوجيا الحديثة بدل الماء في عديد ممارسات. عندك بالنسبة للدجاج وهادشي لافابور أحسن لافابور، يمكن تاكل لا ماء لا والو، تخدم بالناشف السيك شي حاجه كاليتي، وخدم حتى الحوايج بالنسبه للحوايج اللباس وداكشي كانت شي حاجه مزيانه. فهمتك، لا صبنتي زربيه بلا فابور تقريبا استهلك واحد جوج ايترو تما، ولا صبنتيها بالماء الروبيني عادي استهلك واحد 60 ايترو 50 ايترو. نطلب من الناس يحافظوا على الماء ويحافظوا على حيت الماء غادي وكيقل، نطلبوا من الناس يحافظوا شويه على الماء ويحافظوا على الماء. الا كنا نخدموا الزربيه بالماء كتاخذ الوقت طويل، كتكونسومي في الماء، بحال الا كانت ديها 60 ايترو ديال الماء راه بزاف. اما الا استعملنا القضيه ديال لافابور غتكون كونسوماسيون قليله، واخا كتاخذ شويه ديال الوقت كتكون الكونسوماسيون قليله. صحيه لافابور لافابور هي كنخدموا بواحد لا ماشين اللي الماء ما كتكونسوميش الماء بزاف، يعني بحال في الزربيه ما تكونسوميش قل من 5 لتر. ظاهرة غسل السيارات بعشرات اللترات من الماء للسيارة الواحدة صار من الممكن تغيير هذا النمط الاستهلاكي بتقنية المواد المصنعة متبوعة بضغط الهواء الساخن. اقتصادي بزاف، من ناحية ديال استغلال الماء مثلا، من ناحية حتى البرودوي كيخدم نسق مع البرودوي ما كتكونش شي كونسوماسيون ثاني اللي هي اكزيجونس. دونك بالنسبة كاين فرق كبير ما بين لافابور في لاباري دو لافابور وما بين البريسيون ديال الماء، لان ما تنساش بان البومبه ديال الماء راه كتلونسي تقريبا ما بين 7 حتى 15% تقريبا ديال الماء تقريبا. لا للتبذير لا للتهاون لا للتماطل، اللاءات الثلاث هذه يجب ان تصير تطبيقا يوميا في حياتنا، فالماء اساس الحياه والحفاظ عليه واجب لاننا في وضعيه مائيه مقلقه.